مشاهدينا متابعينا اهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد من الدروس التقنية المتعلقة بمنصة الويندوز. وطبعا اصدقائي كما نعلم جميعا يعاني الكثير من المستخدمين من مشكلة الثقل في سرعة الانترنت. وطبعا اصدقائي كما تشاهدون لدي سرعة انترنت جيدة، ولكن عندما اقوم بتحميل برنامج معين او اقوم برفع فيديو على اليوتيوب فتواجهني مشكلة في بطء في سرعة الانترنت. وطبعا صديقي العزيز، اذا كنت من الاشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة فمن خلال هذا الدرس بإذن الله سوف نعالج حل نهائي لهذه المشكلة. إذن أصدقائي فاصل ونواصل معكم حل لهذه المشكلة. عدنا لكم أصدقائي من جديد. طبعا إذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة فهذه قناتكم وموقعكم موقع مفيد. إذا لم تكن مشترك القناة فيسعدنا ويشرفنا عزيز المشترك المتابع أن تكون بين المشتركين والمتابعين لهذه القناة. أيضا لا تنسنا بالدعم باللايك والتعليق أسفل الفيديو إذا نجحت معك الطريقة. في جميع الأحوال نحن سنكون سعداء بالرضي عليك إذا واجهتك مشكلة من المشاكل أثناء تنفيذ خطوة من الخطوات. إذا لكي لا تطول مدة هذا الفيديو نمر مباشرة لشرح خطوات حل هذه المشكلة. وبطبيعة الحال أصدقائي فالمشكلة سببها هو أن الويندوز يقوم بسحب 80% من الأنترنت لديك. بمعنى آخر أن النظام عندما تقوم بتثبيته على القرص فهو يكون مبرمج أنه يقوم بسحب نسبة 80% من الأنترنت للبرامج الخاصة به لكي تعمل البرامج الخاصة به بشكل سليم. وطبعا طريقة خفض هذه النسبة أي أنك تجعل الويندوز لا يقوم بسحب أي نسبة من الأنترنت هي سهلة وبسيطة، وكل ما عليك هو متابعة هذه الخطوات. كل ما عليك صديقي هو الضغط على الويندوز شعار الويندوز في لوحة مفاتيح ثم حرف R كي تظهر معنا هذه النافذة، ثم تكتب gpedit.msc كما تشاهد عزيزي المتابع، ثم بعد ذلك تضغط على موافق. كما تلاحظون أعزائي ظهرت معنا هذه النافذة، سنضغط مباشرة على موافق وأيضا على موافق. ثم بعد ذلك صديقي تضغط على هذا الخيار admin creative template بهذه الطريقة، ثم ضغطتين على all setting كما تشاهد عزيزي. كما شاهدنا أعزائي نحن الآن في الأعلى في حرف A، ستقوم بالنزول حتى تجد حرف L. سنقوم بسحب هذا السهم كي نصل لحرف L. كما شاهدنا أعزائي وصلنا إلى حرف L حتى تجد صديقي Limit، هذا الخيار Limit Reservable Bandwidth. ستقوم بالضغط مرتين بزر الماوس تظهر لك هذه النافذة عزيزي المشاهد. وحتى تتأكد عزيزي المشاهد بأن النظام يأخذ نسبة 80% من الأنترنت سنقوم بترجمة هذه الكلمات إلى اللغة العربية. سنقوم بترجمتها بطبيعة الحال عبر خاصية الترجمة الخاصة بجوجل. كما تلاحظون سنختار الإنجليزية ونقوم بتحويلها إلى العربية. كما تلاحظون أعزائي في هذه الفقرة الثانية بشكل افتراضي يحدد الباكيت النظام ب 80% من النطاق الترددي للاتصال، ولكن يمكنك استخدام هذا الإعداد لتجاوز الإعداد الافتراضي. كما تلاحظون بأن نظام الويندوز يقوم بأخذ نسبة 80% من الأنترنت، ولكي نقوم أصدقائي بجعله لا يقوم بأخذ أي نسبة من الأنترنت فأنت عندما تقوم بالدخول لأول مرة ستجده no configured كما تلاحظون أصدقائي. كل ما عليك إذا تركته على disable فنفس نفس المشكلة، سيأخذ نسبة 80%، وإذا تركته على هذا الخيار سيأخذ كذلك 80%. الحل هو أن تتركه على enable، ثم في هذا المكان تترك للويندوز مثلا 10% أو 0% حسب ما تريد. أنا بالنسبة لي سأترك له فقط 0% بمعنى أنه لا يأخذ أي نسبة من الأنترنت، وبعد ذلك سأضغط على Apply أو تطبيق ثم أضغط على OK كما تشاهدون أعزائي. وبعد ذلك نقوم بغلق هذه النافذة بشكل أو بآخر أصدقائي ستشاهدون أو ستلاحظون فرق كبير في سرعة الأنترنت سواء في عملية رفع الفيديوهات على اليوتيوب أو كذلك في عملية التحميل أو حتى بالنسبة للأشخاص الذين لديهم برامج كبيرة أو ألعاب على الحاسوب فسيلاحظون فرق كبير عندما يطبقون هذه الخطوات. وإلى هنا صديقي العزيز تكون قد وصلت خلال دقيقة أو دقيقتين لحل هذه المشكلة العويصة والتي يعاني منها الكثير من المستخدمين. وطبعا إذا نجحت معك الطريقة فيسعدنا ويشرفنا أن تكون من بين المشتركين والمتابعين لهذه القناة. وبطبيعة الحال إذا واجهتك أي مشكلة من المشاكل خلال خطوة من الخطوات فسنكون سعداء بالرد عليك أسفل الفيديو في التعليقات أسفل الفيديو. وإلى هنا أصدقائي ينتهي درسنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله في شرح وفي درس آخر. إلى اللقاء.